بلغ غزو روسيا لأوكرانيا، عمل الاتحاد الأوروبي على الحد من اعتماده على الغاز الروسي وضمان أمنه الطاقي. في ماي 2022 أعلنت المفوضية الأوروبية على خطة جديدة Repower EU، تركز هذه الخطة على الهيدروجين الأخضر كمصدر بديل للطاقة يحل محل الغاز الطبيعي. ما هو الهيدروجين الأخضر؟ هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية تعرف بالتحليل الكهربائي للمياه، والتي يتم من خلالها فصل الهيدروجين عن الأكسجين باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح أو الشمس. تهدف أوروبا إلى استيراد كميات هائلة من الهيدروجين الأخضر، أي حوالي 10 مليون طن، من مناطق يمكنها إنتاج هذا الهيدروجين، منها دول شمال أفريقيا نظرا لقربها من القارة الأوروبية، إمكانات الطاقة العالية فيها والتكاليف المنخفضة. إذ تحقق أوروبا أهدافها الطاقية مع تأخر المغرب والجزائر ومصر عن أهدافها. هذا الاهتمام الكبير بالهيدروجين الأخضر ما هو إلا حلقة جديدة من الاستيلاء النيوكولونيالي على موارد شمال أفريقيا، تقف وراءه شركات أوروبية كبرى لخلق توجه اقتصادي جديد. هذا كله مع تأطير الأمر في لغة خضراء صديقة للبيئة. تكشف خطة الطاقة الجديدة للاتحاد الأوروبي عن إخفاقاتها الفنية والاقتصادية. تخطط كل من المغرب، الجزائر ومصر لتصنيع وتصدير الهيدروجين من الكهرباء المتجددة، أي الهيدروجين الأخضر. في حال غيرت الجزائر صادراتها من الغاز إلى الهيدروجين، فسوف تضطر إلى تركيب 500 جيجا وات من الألواح الشمسية، وهو ما يناهز أكثر من 1000 أضعاف ما هو موجود حالياً، وسيكون له تداعيات كبرى على استخدامات الأرض والمياه والموارد الأولية. إضافة إلى أن نقل الهيدروجين عبر أنابيب الغاز تطرح عدة مشاكل، فهو يضر بالأنابيب ومعداتها ويتطلب 3 أضعاف الطاقة مقارنة مع الوقود المعتاد، مما يجعل تكاليف الصيانة والنقل تتضاعف كذلك. تخطط مصر استبدال الوقود البحري بغازات الميثانول والأمونيا الخضراء، إضافة إلى سميتهما المثبتة يصل سعرهما إلى 5 أضعاف تكلفة الوقود الحالي. يعزم كل من المغرب ومصر تصدير الهيدروجين الأخضر عن طريق الناقلات البحرية. يتطلب هذا النوع من النقل 3 أضعاف الطاقة لتسييل الهيدروجين وشحن 27% فقط من الطاقة المتاحة من نقل الغاز على متن هذه البواخر. إن تكاليف تصدير هيدروجين شمال أفريقيا باهظة للغاية، قد تصل إلى 11 مرة أكثر من استخدام الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل خطة الاتحاد الأوروبي غير واقعية، خصوصا في لحظة تمر بها القارة الأوروبية بأزمة تكاليف المعيشة والطاقة. بدلا من الاستيلاء على موارد شمال أفريقيا، يجب على الاتحاد الأوروبي التخلي بشكل قاطع عن أهدافه الواهمة لاستيراد الهيدروجين والاستثمار في الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية بشكل عادل ومنصف. المغرب والجزائر ومصر هم بأمس الحاجة إلى ضمان أهداف الطاقة الخاصة بهم أكثر من تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي.